بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما خلص البريكيال ارتري هنتكلم في التو تيرمينال برانشز بتاعه، وهنبدا بالراديال ارتري، واحد من اهم الارتريس الموجوده. طبعا هتبقى بدايه الراديال او الالنر ارتري هي نهايه البريكيال ارتري، فقول لي بيبدا فين؟ بيبدا في الكيوبيتال فوسه 1 سنتيمتر تحت الالبو جوينت وات ذا ليفل اوف نيك اوف راديوس، على انه احد الفرعين النهائيين للبريكيال ارتري. يا ترى هو الصغير ولا الكبير؟ هو غالبا الصغير في التو تيرمينال برانشز. ليه؟ هنجاوب الاجابه دي بعدين، بس مبدئيا افتكر كده انه عظمه الالنه اكبر من عظمه الراديوس، الشريان اللي مع الالنه اكبر من الشريان اللي مع الراديوس، انما في سبب وجيه تاني للتفسير. لما نيجي نخلص الكلام عن الراديال والالنر ارتريس هتكتشف ان الراديال ارتري شغله في الفور ارم ضعيف جدا، شغله كله في الهاند، انما الالنر ارتري العكس، اغلب شغله في الفور ارم وشغله في الهاند بسيط جدا. طبعا لما تشوف لي كتله العضلات والعظم اللي في الفور ارم وتقارنهم بكتله العضلات والعظم اللي في الهاند هتلاقي الكتله اللي في الفور ارم اكتر من الهاند، فده اللي هيخلي الشريان الرئيسي للفور ارم النر ارتري هو الاكبر، والشريان الرئيسي للهاند اللي هو ريديال ارتري هو الاصغر. يبقى البدايه هتقولي بيبدا في الكيبيتال الفصه وعند الليفل بتاع النيكو فريديا سنتي تحت الالبو جوينت، على انه الاصغر في التو تيرمينال برانشز بتوع البريكيال ارتري. طب ونهايته بينتهي في الايد بانه يبقى ما يسمى الديب بالمر ارش اللي هنتفق عليه بعد شوية، هينتهي في البالم اوف ذا هاند باي فورمينج ذا ديب بالمر ارش. طب والكورس بيمشي في ثلاث مناطق، المنطقة الأولى ماشي في الفرونت اوف ذا فور ارم، أهو ماشي في الفرونت اوف ذا فور ارم، بعد كده بيعدي على ظهر الريست دورسم اوف ذا ريست ويرجع يدخل البالم اوف ذا هاند ويبقى اسمه في البالم اوف ذا هاند ديب بالمر ارش. يعني هو بيمشي في الفرونت اوف ذا فور ارم وبيلف على ظهر الريست وبعد كده يدخل الهاند ويعمل الديب بالمر ارش في البالم اوف ذا هاند. هنمسك الأول الكورس والريليشنز في منطقه الفور ارم، ادي راديال ارتري. هتلاحظ ايه؟ انك ممكن تاخد الكورس على تلت وتلتين حسب اتجاهاته، في التلت العلوي من الفور ارم بينزل داونورد اند لاترالي، في التلتين السفليين من الفور ارم بينزل فيرتيكالي داونورد، يبقى في الابر 1 ثيرد ترانس داونورد اند لاترالي، بينما في اللور 2 ثيرد بينزل فيرتيكالي داونورد في اللاترال بارت بتاع الفرونت اوف ذا فور ارم لحد ما يوصل للريست. تعالوا بقى ناخد الريليشنز بتاعته هنا، انتيريور او سوبرفيشال ريليشنز وبوستيريور او ديب ريليشنز. ايه اللي مغطيه في التلت الاولاني؟ في المنطقه دي هيبقى الجلد والدهن بس سكين، وسوبرفيشال فاشيا وديب فاشيا، وانا بالسلكه دي نتر اللي راسم الصوره زاح بريكيوراديالس عن الصوره عشان يبان كله في الجزء ده كامل. عارف لو كنا سيبنا بريكيوراديالس تريح كانت هتخفي حته من التلت ده من الشريان. يبقى اذا الشريان متغطي بسكين وسوبرفيشال فاشيا وديب فاشيا في هذا الثلث، بس كمان اوفرلابد بعضله بريكيو رادياليس، بريكيو رادياليس مغطيه حته من التلت الفوقاني من البريكيال ارتري. انما تلته التحتاني والحد تقريبا 5 سنتيمتر فوق الريست هيبان من تحت عضله بريكيو رادياليس، بريكيو رادياليس مغطيه لحد تقريبا هنا، وبعد كده الشريان بيتكشف من تحت العضله. يعني هو لما شال العضله على جنب كان المفروض ان الشريان يستخبى لحد تقريبا نصه او تلتينه. 5 سنتيمتر فوق الريست الشريان بيظهر من تحت عضله بريكيو رادياليس ويبقى متغطي بجلد ودهن بس، ولو دوست عليه هنا هتقربه من عظمه الريديوس وتحس النبضات بتاعته على اللور اند اوف ريديوس. يعني كل الناس تبقى فاكره في الجزء الاخير من الفور ارم 5 سنتيمتر ابف ذا ريست، دي جمله ثابته على فكره في حاجات كثيره، في ميديان، في النر، في راديال نيرفز، وفي الراديال ارتري والالنر ارتري، كل الحاجات دي فوق بتبقى مستخبيه تحت لحم العضلات الاحمر، ولما لحم العضلات يتحول الى اوتار رفيعه اللي كان مستخبي تحت اللحم بينكشف في الخمس سنتي الاخيره فوق الريست. يعني هتلاحظ ايه؟ النر نيرف والنر ارتري انكشفوا 5 سنتي فوق الريست، لان العضله اللي كانت مخبياهم فليكسور كارب الناريس نحفت وتحولت الى وتر فكشفت اللي كان مستخبي. فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس لمت نفسها ورفعت وكشفت الميديان نيرف اللي كان مستخبي تحتها في الجزء الفوقاني. بريكيو رادياليس كانت مخبيه راديال ارتري وراديال نيرف في التلتين اللي فوق من الفور ارم، وفي التلت الاخير اتكشفوا لما اللحم تحول الى وتر. يبقى 5 سنتي فوق الريست شرياننا اللي اسمه راديال ارتري هيبان فروم اندر كفر اوف بريكيو رادياليس ويبقى سوبرفيشيال مغطى فقط بسكين وفاشيا، وهنا نبضاته بتتحس على اللور اند اوف ريديوس، هي ده المكان اللي بنحس فيه نبضه الراديال ارتري اجينست لور اند اوف ريديوس، لان هنا مفيش عضله مخبيه كفرد بس بسكين وفاشيه وورا منه عظمه الريديوس. طيب بعد الانتيريور ريليشنز في الفور ارم بتاعت الراديال ارتري هنقول دلوقتي البوستيريور ريليشنز في الفور ارم.
احنا راديال ارتري هو نازل في الفور ارم زي ما اتفقنا، بينزل في التلت الاولاني اوبليك، وبعد كده في التلتين اللي تحت بينزل فيرتيكال، وفي التلتين اللي فوق بيبقى متغطي ببريكيو رادياليس، وبيتكشف في التلت الاخير لان العضله بتنحف وتتحول الى وتر. كم عضله هيعدي عليها الراديال ارتري وهو ماشي؟ 6 عضلات، وهنفتكرهم باسلوب ما دلوقتي. اول عضله هيعدي عليها التندون اوف بايسبس، الانسرشن بتاع بايسبس براكياي، يليها على طول الانسرشن بتاع عضله سوباي نيتور في التلت الفوقاني من الفور ارم، بعده الانسرشن بتاع عضله برونيتور تيرس اللي مايله، بعده الاورجن بتاع عضله فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس، هم 4 اوتار، بعده الاورجن بتاع عضله فليكسور بوليسيس لونجس، وفي النهايه الانسرشن بتاع المربعه برونيتور كوادريتس. انت افتكرهم كده، بيعدي على انسرشن اوف 2 سوباينيتور وانسرشن اوف 2 برونيتور، وبعد كده اورجن لاثنين فليكسورز اوف ذا ديجيتس. مين الاثنين السوباينيتور؟ طبعا بايسبس براكاي وسوباينيتور، الاثنين شغالين سوباينيتور. بايسبس فاكرين لما نقول لكم لو الالبو متني هتبقى هي اقوى سوباينيتور، اذا البايسبس محسوبه سوباينيتور. يبقى مين الاثنين السوباينيتورز اللي هنعدي عليهم؟ بايسبس براكياي وسوباينيتور نفسها. ومين الاثنين برونيتورز اللي هنعدي عليهم؟ الانسرشن بتاع برونيتور تيرس والانسرشن بتاع برونيتور كوادريتس. ومين الاثنين فليكسورز اوف ذا ديجيتس؟ فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس وفليكسور بوليسيس لونجس. ادي ال6 عضلات، وافتكرهم كده، 2 سوباينيتور واثنين برونيتور واثنين فليكسورز للصوابع للديجيتس، فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس فليكسور بوليسيس لونجس. فاضل في الفور ارم اللاترال ريليشنز بتاعته، ايه اللي ماشي لاترال للارتري ناحيه الصباع الكبير؟ السوبرفيشيال برانش بتاع الراديال نيرف، بس علاقته بيه في التلت الاول غير في التلت الثاني غير في التلت الثالث. في التلت الاول النيرف مفصول عن الارتري بانترفال خفيف بسلايت انترفال، في التلت الثاني النيرف كلوزلي ريليتد للارتري، في التلت الاخير النيرف بيسيب الارتري ويعدي تحت وتر بريكو رادياليس عشان يروح للدورسام اوف ريست والدورسام اوف ذا هاند. يبقى في اللور 1/3 اوف ذا فور ارم النيرف بيسيب الارتري ويلف باكورد حوالين اللاترال اسبكت بتاع اللور اند اوف ريدياس اندر كفر اوف تندون اوف بريكيو رادياليس عشان يوصل لظهر الريست. ولاحظ انه مفروض الريديال ارتري والالنر ارتري طول الطريق مستخبين في اورده زرقاء اسمها الفيني كومبتنس، مصاحبين باورده زرقاء زي الخيوط كده اسمها فيني كومبتنس. يبقى هقول في الريديال ارتري وفي الالنر ارتري بعدين ان شاء الله كلاهما اكامبانيد ثرو اوت اتس كورس، ماشي معاه طول طريقه، تو فيني كومبتنس، وريدين مصاحبين. طب تعالى بقى نشوف الكورس والريليشنز عند الريست. لما الشريان بيلف على اللور اند اوف ريدياس تحت وتر يعدي تحت اوتار الاناتوميكال سناب بوكس ويوصل للدورسام اوف ذا هاند، يعني كده احنا وصلنا للور اند اوف ريدياس اهو، هيروح ماشي باكورد على اللاترال سايد اوف ذا ريست تحت اوتار الاناتوميكال سناب بوكس الثلاثه اللي هم ابدكتور بوليسيس لونجس، اكستنسور بوليسيس بريفيس، اكستنسور بوليسيس لونجس، ويعدي على الوترين اللي في ارض الاناتوميكال سناب بوكس اللي هم اكستنسور كاربي رادياليس لونجس واكستنسور كاربي رادياليس بريفيس، ويعدي على عظمتين اللي فرشين ارض الاناتوميكال سناف بوكس سكافويد وترابيزيوم. يبقى هتقول لي ات وايندس باكورد على اللاترال اسبكت اوف ذا ريست ويعبر الفلور بتاع الاناتوميكال سناف بوكس عشان يوصل لظهر الايد، وهو في الفلور اوف ذا اناتوميكال سناف بوكس بيعدي سوبرفيشال لوترين اكستنسور كاربي رادياليس لونجس واكستنسور كاربي رادياليس بريفيس، وبيكون كلوزلي ريليتد لعظمتين سكافويد وترابيزيوم، عشان كده كسر الترابيزيوم او كسر السكافويد يقطع الراديال ارتري في الاناتوميكال سناف بوكس. يبقى انا لو حسيت نبضات في الاناتوميكال سناف بوكس تبقى نبضه انهي شريان؟ نبضه الراديال ارتري، والعظمه اللي انا بدوس عليها يا هتكون ترابيزيوم يا هتكون سكافويد في الفلور بتاع الاناتوميكال سناف بوكس. تعالى بقى الكورس والريليشن في البالم اوف ذا هاند. بعد ما الشريان بيعدي من الاناتوميكال سناف بوكس في الفلور يظهر على الدورسام اوف ذا هاند مسافه قصيره جدا سنتي، وبعدها يغطس بين راسين اول عضله بين الميتاكاربال بونس من ورا اللي هي الفيرست دورسال انتر اوسياس ماسل، لها راسين، لها راس لاترال ولها راس ميديال. هو يعدي بين راسين اول دورسال انتر اوسياس في ظهر الايد، هنا في فيرست دورسال، سكند دورسال، ثيرد دورسال، فورث دورسال، دي مكونه من راسين. الشريان اول ما بيطلع من الاناتوميكال سناب بوكس بيغطس بين راسين الفيرست دورسال انتر اوسياس، يبقى ات ليفز الاناتوميكال سناف بوكس ويوصل للدورسام اوف ذا هاند وريترانس ا فيري شورت كورس، وبعده ات ليفز ذا دورسام اوف ذا هاند بين التو هيتس اوف ذا فيرست دورسال انتر اوسياس عشان يوصل للبالم اوف ذا هاند. تعال بص بقى من قدام،
بعد ما عدى بين راسين العضله اللي مسحناها اللي هي فيرست الدورس انتر اوسيوس اللي مكانها ابيض دلوقتي، هيقابله في وش ايدك على طول عضله بطنين برضه بتضم الابهام لزمايله، فيقولوا عليها الدكتور بوليسس ماسل، لها راس ماشيه بالعرض ولها راس ماشيه بميل، ترانسفيرس هيد واوبليك هيد، بيعدي بين الراسين ويدخل البالم اوف ذا هاند ويكمل ميديالي تحت اللونج فليكسور تندونز اللي مش موجودين في الصوره بتوع فليكسور ديجيتورام سوبرفيشياليس وبروفاندس، وجاست ديستال على طول بعد قواعد الميتاكاربال بونز، وعند قاعده خامس ميتاكاربل يقابل فرع جاي له من الالنر ارتري ويقفله مع بعض الديب بالمر ارش. يبقى في البالم اوف ذا هاند بيظهر بيمرج ما بين التو هيتس الاوبليك والترانسفيرس بتوع الادكتور بوليسس ماسل ويمشي ميديالي تحت اللونج فليكسور تندونز وجاست ديب للبيزس بتاعت الميتاكاربل بونز عشان يكمل الديب بالمر ارش مع فرع من الالنر ارتري. تعالوا بقى نمسك برانشات الريديال ارتري، هاخدهم مره في الفور ارم ومره في الريست ومره في الهاند. في الفور ارم اعلى برانش بيطلع منه اللي بيطلع لفوق عشان يقابل بروفاندا براكياي ريديال ريكارنت ارتري، بيطلع من بدايه الشريان ويترن ابورد عشان يقابل الانتيريور ديسندنج برانش في بروفاندا براكياي قدام اللاترال ابيكوندايل. واحنا زمان سمينا الانتيريور ديسندنج برانش ده عشان ماشي مع الريديال نيرف ريديال كولاترال ارتري، يبقى الشريان اللي اسمه ريديال ريكارنت ارتري بيطلع قرب بدايه الريديال ارتري ويطلع عشان يشبك في الريديال كولاترال ارتري اللي هو الانتيريور ديسندنج برانش بتاع بروفاندا براكاي ارتري قدام اللاترال ابيكوندايل. قرب اخر الايد هيدي فرع يمشي قدام الكاربال بونز تحت اللونج فليكسور تندونز فيقولوا عليه انتيريور كاربال برانش او انتيريور كاربال ارتري. شايف ماشي ميديالي تحت اللونج فليكسور تندونز وقدام الكاربال بونز عشان يشبك في فرع بنفس الاسم انتيريور كاربال ارتري جاي له من الالنر ارتري ويعملوا مع بعض انتيريور كاربال ارش. بص تاني راديال ارتري اداني انتيريور كاربال برانش قدام الكاربال بونز والنر ارتري اداني انتيريور كاربال برانش قدام الكاربال بونز والفرعين بيقابلوا بعض تحت اللونج فليكسور تندونز ويعملوا ما يسمى انتيريور كاربال ارش. يبقى الانتيريور كاربال ارتري هيمشي ميديالي قدام الكاربال بونز اهو في اتجاه الصباع الصغير، يبقى ميديالي ماشي قدام الكاربال بونز وتحت اللونج فليكسور تندونز ويشبك في الانتيريور كاربال بتاع الالنر ارتري ويعملوا لي انتيريور كاربال ارش. قبل ما يلف ويدخل الاناتوميكال سنوفوكس بلحظات هيديني فرع سوبرفيشيال ويدخل البالم اوف ذا هاند سوبرفيشيال بالمر ارتري، يخترق الثينر ماسلز بتوع الابهام الصغيرين دول ويربط في السوبرفيشيال برانش بتاع الالنر ارتري ويعملوا لي مع بعض سوبرفيشيال بالمر ارش. هتقول لي ايه على السوبرفيشيال بالمر ارتري؟ امتى بيطلع؟ بيطلع من الريديال ارتري عند الريست جاست بيفور ات وايندز باكورد قبل ما يلف لورا ويعبر الثينر ماسلز ده السوبرفيشال بالمر برانش طبعا ويغذيهم وينتهي بالتشابك مع السوبرفيشال برانش بتاع الالنر ارتري عشان يعملوا لي سوبرفيشال بالمر ارش. ادي السوبرفيشال بالمر برانش اللي عدى عليكم زمان يوم ما خدتوا الفليكسور ريتيناكولم، كان ده اخر حاجه بتعدي على اللاترال بارت بتاع الفليكسور ريتيناكولم وهو طالع منه الثينر ماسلز. طبعا طول الطريق بقى وهو نازل في الفور ارم بيدي ست عضلات اللي عدى عليهم برونيتور تيرس وبرونيتور كوادريتاس وسوباينيتور وبايسبس براكياي وفليكسور جيتورام سوبرفيشاليس وفليكسور بوليسيس لونجس، كل عضلات اللاترال سايد اوف ذا فرونت اوف ذا فور ارم واخده منه ماسكولار برانشز. طب تعالى بقى عند الدورسام اوف ذا هاند، على الدورسام اوف ذا هاند هيديني الاول اول ما يلف تحت الاناتومي سناف بوكس هيديني بوستيريور كاربال برانش. اعكس اللي قلته عن الانتيريور كاربال برانش، هيمشي ميديالي زيه تحت اللونج اكستنسور تندونز بقى مش فليكسور، هو قطع لك واحد من الاكستنسور تندونز، قطع اكستنسور كاربي رادياليس لونجس لقيته ماشي تحتها ومكمل تحت بريفس. يبقى تقول لي البوستيريور كاربال ارتري ده بيمشي ميديالي في اتجاه الصباع الصغير بس المره دي على ظهر الكاربال بونز مش على وشهم وتحت اللونج اكستنسور تندونز مش تحت اللونج فليكسور تندونز ويقابل البوستيريور كاربال برانش بتاع الالنر ارتري ويعمل لي بوستيريور كاربال ارش. يبقى البوستيريور كاربال ارتري هيمشي ميديالي ورا الكاربال بونز وتحت اللونج اكستنسور تندونز ويشبك في البوستيريور كاربال برانش بتاع الالنر ارتري ويعمل لي بوستيريور كاربال ارش. يعني ايه الفرق بين الانتيريور كاربال والبوستيريور كاربال؟ الانتيريور كاربال بيمشي ميديالي والبوستيريور كاربال بيمشي ميديالي، بس ده تحت اللونج فليكسور تندونز وده تحت اللونج اكستنسور تندونز، وده قدام الكاربال بونز وده ورا الكاربال بونز، وكل واحد هيشبك في مقابله اللي جاي من الالنر ارتري. ان كان انتيريور كاربال بيشبك في الانتيريور كاربال، ان كان بوستيريور كاربال بيشبك في البوستيريور كاربال، وكده نعمل انتيريور كاربال ارش وبوستيريور كاربال ارش. بعد كده بقى
في فرع بيطلع منه قبل ما يخترق الفيرست دورسال انتر اوسيس ويمشي على اللاترال سايد بتاع ظهر الصامب، فيقولوا عليه ايه؟ اول دورسال ديجيتال ارتري، اول دورسال ديجيتال بتاع صباع يعني، اول دورسال ديجيتال ارتري، فيرست دورسال ديجيتال ارتري. ده ماشي على مين وبيغذيه؟ ماشي على اللاترال سايد اوف ذا دورسام اوف ذا صامب وبيغذيه. بعد كده وهو خلاص هيعدي بين راسين الفيرست دورسال انتر اوسيس يطلع منه برانش، او الشريان هنا الكبير اهو اختفى بس اداني برانش بين اول ميتاكاربال وتاني ميتاكاربال، فيقولوا فيرست دورسال ميتاكاربال ارتري، فيرست دورسال ميتاكاربال ارتري. وده بيتقسم لفرعين، والفرعين دول يغذوا ايه؟ الادجيسنت سايتس بتوع الثامب والاندكس فينجر، فيرست دورسال ميتاكاربال ارتري، فيرست دورسال ميتاكاربال ارتري. بيتقسم لفرعين، الفرع ده والفرع ده، ويغذوا الادجيسنت سايتس بتوع الثامب والاندكس فينجر. تمام؟ يبقى ده بيطلع منه قبل ما الريديال ارتري يعدي بين التو هيتس اوف فيرست دورسال انتر اوسيس ماسل ويديفايد لتو برانشز، ادي واحد وادي الثاني، والفرعين دول يغذوا الادجيسنت سايت بتاعت الصامب والاندكس فينجر. فاضل بقى جوه البالم اوف ذا هاند، وصلنا البالم اوف ذا هاند بالسلامه اهو، واحنا قطعنا لك الراسين الترانسفيرس والاوبليك في الادكتور بوليسيس عشان تشوفه بنفسك. هيديني فرع كبير يتقسم لفرعين يغذوا كل البالمر اسبكت بتاع الصامب، فيقولوا الشريان الرئيسي للابهام برينسيبس بوليسيس ارتري، ده بيطلع من الريديال ارتري اول ما يظهر ما بين التو هيتس بتوع الفيرست دورسال انتر اوسيس ماسل، ويمشي على البالمر اسبكت بتاع اول ميتاكاربال ويتقسم لتو برانشز ويغذوا السايتس بتوع البالمر اسبكت اوف ذا صامب كله، عشان كده سميناه برينسيبس بوليسيس ارتري. الفرع الثاني هيمشي على اللاترال سايد بتاع الاندكس فينجر، فيقولوا رادياليس يعني لاتراليس، رادياليس انديسيس ارتري، رادياليس انديسيس ارتري ماشي على اللاترال سايد بتاع الاندكس وبيسبلاي ات. اللي فاضل من الشريان بعد برينسيبس بوليسيس وبعد رادياليس انديسيس هيبقى اسمه الديب بالمر برانش، اللي هيعدي بين الراسين بتوع الادكتور بوليسيس ويقابل الديب بالمر برانش بتاع الالنر ارتري ويقفلوا مع بعض الديب بالمر ارش. يبقى الديب بالمر برانش بيمشي ميديالي في اتجاه الصباع الصغير تحت اللونج فليكسور تندونز، وينتهي بالتشابك مع الديب بالمر برانش بتاع الالنر ارتري عشان يعملوا لي الديب بالمر ارش. نعمل سيرفس اناتومي للريديال ارتري ازاي؟ انا عارف فين نهايه البريكيال ارتري ميدوي ما بين التو ايبيكوندالس اوف هيومرس، فهحط نقطه هنا، وهو بيلف على الريست عند اللور اند اوف راديوس، فهحط نقطه ثانيه على اللور اند اوف راديوس ووصل بينهم خط، يبقى بوينت 1 ميدوي ما بين التو هيومرال ايبيكوندايلز، بوينت 2 قدام اللور اند اوف راديوس فوق الستايلويد بروسيس مباشره، فوق الستايلويد بروسيس بتاع الراديوس مباشره. ختاما بقى الديب بالمر ارش اللي هو عامله، فين مكان الديب بالمر ارش؟ موجود فين؟ طبعا انا عشان ابينه لك لازم اشيل من الصوره كل اللونج فليكسور تندونز، شلنا لك اوتار فليكسور جيتورم سوبرفيشاليس وبروفاندس، هو تحت اللونج فليكسور تندونز والكونكافيتي بتاعته بتبص على الريست، يبقى مكانه ديب لللونج فليكسور تندونز اللي في البالم اوف ذا هاند وكونكيف ناحيه الريست وكونفكس ناحيه الصوابع، الحته المحدبه منه بتبص على الصوابع والحته المقعره منه تجويفه حرف السي بتبص على الريست. الليفل بتاعه هو اللي يهمنا قوي، بيعبر البالم from lateral to medial just distal للبيزس بتوع الميتاكاربال بونز وعلى بعد نص بوصه من السوبرفيشال بالمر ارش بروكسيمالي اقرب ليه. انا هوريك صوره ثانيه شوف فيها الكلمه دي، ادي الديب بالمر ارش وادي السوبرفيشال بالمر ارش، الديب بالمر ارش ماشي just distal للبيزس بتوع الميتاكاربال بونز على بعد نص بوصه من السوبرفيشال بالمر ارش اقرب ليه بروكسيمال للسوبرفيشال بالمر ارش. يبقى تقول لي بيعبر البالم اوف ذا هاند ديستال للبيزس بتوع الميتاكاربال بونز نص بوصه بروكسيمال للسوبرفيشال بالمر ارش. مين اللي بيعمله؟ هتقول لي معمول مينلي الديب بالمر ارش معمول مينلي بنهايه الريديال ارتري بعد ما يدي البراينسيبس بوليسيس والرادياليس انديسيس اللي فاضل منه اسمه ديب بالمر برانش. هيقابل الديب بالمر برانش بتاع الالنر ارتري عند قاعده خامس ميتاكاربال بالظبط. يبقى الفورميشن مينلي بالديب بالمر برانش بتاع الريديال ارتري اللي هو نهايه الريديال ارتري، ويكمل بالديب بالمر برانش بتاع الالنر ارتري، والانستوموزس بيحصل ما بينهم هما الاثنين عند البيز بتاع خامس ميتاكاربال بون.
ايه الريليشن؟ ماشي معاه الديب برانش بتاع الالنر نيرف، هي الصوره رسمها بره الارتري. الصح ان البرانش الاصفر يمشي في الكونكافيتي بتاعت الارتري، فالريليشن الوحيده المهمه الديب برانش بتاع الالنر نيرف ماشي في الكونكافيتي بتاعت الديب بالمر ارش. ايه بقى الفروع اللي بتطلع من الديب بالمر ارش؟ ثلاثه بالمر ميتاكاربال ارترس، نشوفهم في الصوره اللي جايه احسن. واحد اثنين ثلاثه، اسمهم ثلاثه بالمر ميتاكاربال ارترس، ثلاثة بالمر ميتاكاربال ارترس، شايف ده اهو، واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة بالمر ميتاكاربال ارش، ادي الديب بالمر ارش وادي السوبرفيشيال بالمر ارش. من الديب بالمر ارش بيطلع ثلاث شرايين في الانتر اوسياس سبيسز اللي بين الاربعة ميتاكاربلز، ادي واحد في اول انتر اوسياس سبيس وادي واحد في ثاني انتر اوسياس سبيس وادي واحد ثالث، اسمهم ايه بقى كلهم؟ بالمر ميتاكاربال ارترس. دول بيمشوا في الانتر اوسياس سبيسز اللي بين الاربعه ميتاكاربلز، وكل واحد يشبك في كومون بالمر ديجيتال برانش جاي من السوبرفيشيال بالمر ارش. السوبرفيشيال بالمر ارش بيطلع منه هو كمان شرايين تمشي في الانتر اوسياس سبيسز اللي بين الاربعه ميتاكاربلز، دول اسمهم كومون بالمر ديجيتال، لانهم اول ما بيوصلوا للكليفت اللي بين صباعين بيتقسموا ويغذوا الجناب بتاعه الصباعين. يبقى تقول لي ثلاثه ثلاثه بالمر ميتاكاربل ارترس بيمشوا ديستالي ناحيه الصوابع في اتجاه الكليفتس الفجوات اللي بين الميديال فور فينجرز، وينتهوا بالتشابك مع الكومون بالمر ديجيتال برانشز بتوع السوبرفيشيال بالمر ارش. اهم ادي الديب بالمر ارش طلع منه ثلاثه بالمر ديجيتال برانشز بيشبكوا في الكومون بالمر ديجيتال برانشز بتوع السوبرفيشيال بالمر ارش، فدول الثلاثه ميتاكاربل برانشز. يبقى خلصنا من ثلاثه بالمر ميتاكاربل ارترس. غير كده في ثلاثه بيرفوريتنج ارترس، هتلاقي طول ما هو ماشي الديب بالمر ارش بيطلع من ظهره شريان يخرم الانتر اوسياس ماسل ويشبك في الشرايين اللي في ظهر الايد. انا جايبه في الصوره دي، السوبرفيشال بالمر ارش قريب من الصوابع، الديب بالمر ارش تحت مور بروكسيمال، هيطلع منه بيرفوريتنج برانش يمسك في الدورسال ميتاكاربال ارتري اللي في ظهر الايد. طب والدورسال ميتاكاربال ارترس دول جايين منين؟ شوفهم في صوره قديمه شويه. الدورسال ميتاكاربال ارترس بيطلعوا من الدورسال كاربال ارش، ادي دورسال ميتاكاربال ارتري وادي دورسال ميتاكاربال ارتري وفي واحد هنا كمان، ودول بيجي لهم بيرفوريتنج من الديب بالمر ارش من قدام. يبقى في ثلاثه بيرفوريتنج برانشز، في ثلاثه بيرفوريتنج ارترس بيطلعوا من الديب بالمر ارش يخرموا العضلات الانتر اوسياس ماسلز في ثاني وثالث ورابع انتر اوسياس سبيسز، ويفتح على الديب ويفتح على الدورسال ميتاكاربال ارترس اللي طالعين من الدورسال كاربال ارش. في الاخر وده مش مرسوم، في فرع بيرجع من الديب بالمر ارش ويدخل الكاربال تانل تحت الفليكسور ريتيناكلم، واللي يرجع يبقى اسمه ريكارنت، يبقى ريكارنت برانش بيجي قدام الكاربال بونز ويجوين الانتيريور كاربال ارش. فاكرين ايه الانتيريور كاربال ارش؟ ارجع للصوره اللي فيها الانتيريور كاربال ارش. ادي الانتيريور كاربال ارش اهو معمول من الانتيريور كاربال برانش بتاع الارنر ارتري والانتيريور كاربال بتاع الريديال ارتري، في فرع راجع من الديب بالمر ارش عشان يشبك فيه اهو، اهو ده الريكارنت برانش بتاع الديب بالمر ارش بيشبك في الانتيريور كاربال انستوموسس. تمام كده، يبقى خلص الريديال ارتري.